في هذا السياق، بينما يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على محور فيلادلفيا ويعتبر بأن هذه المسألة خط أحمر ويراها مراقبون ورقته الأخيرة، ننقل لكم هذه الصور المباشرة التي ما زالت مستمرة، هذه الوقفات الاحتجاجية في تل أبيب وفي أكثر من مدينة إسرائيلية، وتتمركز في تل أبيب لعوائل المحتجزين في غزة تطالب بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار واستعادة المحتجزين. هذا شارع رئيسي في تل أبيب، هذا شارع بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية، يقف فيه أهالي المحتجزون وأيضا الذين يريدون وقف هذه الحرب. هذه المظاهرات والاحتجاجات لم تتوقف، أصبحت تأخذ منحى تصاعديا في الفترة الأخيرة بعد أن حدثت احتكاكات ومواجهات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والمحتجين. قامت قوات الشرطة الإسرائيلية بإطلاق خراطيم المياه باتجاه المحتجين، أيضا حدثت مواجهات بينهم. نستمع للصوت الطبيعي قليلا ومن ثم نعود.